آلاف ينشغل الطالب اليوناني أدونيس بنصب خيمته الصغيرة للمشاركة في اعتصامات الطلبة اليونانيين في ساحة بروبيليا وسط العاصمة أثينا، تضامنا مع شعبنا وطلاب جامعة كولومبيا الأمريكية التي فجرت انتفاضة الطلبة على مستوى العالم. جئت إلى هنا من أجل انضمامي إلى زملاء الطلبة للاعتصام تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية أمام أنظار العالم، وكذلك نتضامن مع طلاب جامعة كولومبيا الأمريكية ممن يتعرضون إلى القمع والتضييق. عشرات الخيم وآلاف من الطلبة والمتضامنين وأبناء الجاليات العربية والفلسطينية ومناصر شعبنا شاركوا الاعتصامات التي انطلقت في أكثر من مدينة يونانية في وقت واحد للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا. نحن هنا اليوم لدعم نضال الشعب الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقه. جئنا كذلك من أجل إيصال أصواتنا الرافضة لسكوت المجتمع الدولي حول هذه المجازر. لقد سئم الطلاب اليونانيون رؤية الأطفال المبتورين في فلسطين ورؤية الأمهات يبكون على أطفالهن. لقد سئمنا كشعب يوناني وسوف نبقى هنا طول اليوم والليل كعمل رمزي لرفضنا ومعارضتنا لما يحدث في فلسطين من هذه الأوضاع. حراك طلابي كبير مدعوم من أكبر الأحزاب والقوى السياسية والنقابات العمالية واتحادات ومنظمات المجتمع المدني اليونانية تطالب حكومة البلاد بوقف علاقاتها مع إسرائيل. نحن هنا لنعرب عن تضامننا مرة أخرى مع شعب فلسطين في هذا الاعتصام الذي نظمته الاتحادات الطلاب في أثينا وعمال أثينا وفي نفس الوقت في العديد من المدن، ليس فقط في بلادنا ولكن في جميع أنحاء أوروبا، في أمريكا الشمالية. الطلاب يحتلون جامعاتهم ويطالبون بالحرية في فلسطين. الضغط على الحكومة اليونانية لوقف أي اتفاقيات بين الجامعات اليونانية والجامعات الصهيونية، هذه أهم أحد مطالبنا. ثانيا عملية دفع للحركة التي تطالب بوقف المجازر والإبادة، وثالثا إلى الاعتراف بدولة فلسطين. الحكاية مجرد غزة وفلسطين وحسب، وإنما أضحت انتفاضة الإنسانية على الظلم والظالمين، على المحتل البغيض ومن يدعمه. إنها بداية النهاية. لتلفزيون فلسطين سامان فخري، أثينا.